أوقات العدوى ومع تغيير الفصول والخوف إنك تلقط أي مرض، كانت الناس كلها بتهتم إنها تدور وتاخد حاجة ترفع المناعة، عملاً بالأخذ بالأسباب وإن الوقاية خير من العلاج. الموضوع بيزيد جدا في الأوقات اللي بيكون فيها أوبئة ومفيش أي علاج موجود، بيكون مفيش إلا أنك تشتغل على المناعة بحيث أنك لو جالك الفيروس يلاقي حيطة سد فتكون أنت في مأمن إلى حد ما. علشان كده الناس في الفترات دي بتلاقيها بتهجم على الصيدليات عشان تاخد فيتامين سي، ظن منهم أنه بيزود المناعة ونسين أهم فيتامين ممكن يكون بيلعب دور أساسي جدا 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 في المناعة، ألا وهو فيتامين دال. بيشتغل إزاي في المناعة وإيه الفرق بينه وبين فيتامين سي وإيه الجرعات اللي ممكن تاخدها عشان تحافظ وتزود المناعة، هو ده موضوع حلقتنا النهاردة من جوه الصيدلية. أنا عمرو أبو بكر ويلا بينا. المناعة. المناعة هي قدرة الجسم على الوقوف قدام أي غزو أو هجوم من الجراثيم، الفيروسات أو البكتيريا. عامل كده زي الجيش بتاع أي بلد، كل ما كان الجيش ده قوي ومنظم وعنده الأسلحة الكافية هيقدر يقف ويصد أي عدوان. نقويه إزاي؟ لو جينا نتكلم عن فيتامين سي فهو معروف جدا عنه أنه من مضادات الأكسدة القوية، يعني بيحمي الخلية ويخليها تعيش فترة أطول، ده غير إنه مصدر للطاقة. وفي دراسة نشرت سنة 2017 ليو إنك لما تاخد فيتامين سي بتركيزات فوق 1 جرام أو اللي هي 1000 ميلي جرام يومياً، ليو إن لها تأثير كبير جداً إنها تمنع أو تعالج عدوى الجهاز التنفسي. وعشان الجسم مش بيقدر يخلقه فلازم حضرتك تاخده من مصدر خارجي، سواء كان الأكل أو الفوار أو الكبسولات. وبيعجبني جدا الناس اللي بيقولنا الصيدليات لما تيجي تكلموا على فيتامين سي مثلا يجي يقولك لا 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 أنا هاكل برتقال. خليني أقول لحضرتك أن أنت عشان تاخد فيتامين سي من البرتقال، عشان تاخد مثلا 1 جرام من البرتقال فأنت محتاج على الأقل تاخد لك مثلا 10 برتقانات مرة واحدة. مين فينا بياكل 10 برتقانات مرة واحدة؟ ما أعتقدش إن في حد ممكن يقدر يعمل الكلام ده. عشان كده الناس اللي بتقول لا انا هاكل برتقال في البيت وليمون، ده مش بيديك نفس فعاليه فيتامين سي لما بتروح تاخدها. كل اللي فات ده ممكن تكون سمعته قبل كده عن فيتامين سي، لكن الحصان الاسود او الجندي المجهول اللي فعلا ليه دور مهم جدا في المناعه واللي كل الناس ناسياه اصلا هو فيتامين دال. دراسة تم نشرها سنة 2011 عن دور فيتامين دال في المناعة أكدت أن فيتامين دال بيدعم جهاز المناعة بشكل فعال جدا. ولقيوا كمان أنه في رابط عجيب جدا بين انخفاض مستويات فيتامين دال وخطر الإصابة بالأمراض الجهاز التنفسي، سواء كانت بقى عدوى فيروسية أو كانت بكتيرية. ولما دورت اللي أكد لي المعلومة دي أنه قبل اختراع المضاد الحيوي كان الناس بيستخدموا فيتامين دال كعلاج للربو. تخيلوا الربو كانوا بيدوا العيان زيت كبد الحوت لانه غني جدا بفيتامين دال. بما اننا في الوقت الحالي ان في اكتر تقريبا من 70% من الناس عندهم نقص فيتامين دال، وطبعا ده بيزيد اكتر لما الناس تقعد في البيت مفيش شمس مفيش خروج بره، يبقى انك تاخد جرعات وقائيه من فيتامين دال دلوقتي ضروره ملحه، ولازم كل الناس يبداوا ينصحوا بعض ان هم ياخدوا فيتامين دال من اول الجد لحد الحفيد. فيتامين دي بالنسبة لي أهم من فيتامين سي، ده غير الفوائد الكتير اللي اتكلمنا عنها قبل كده في فيديو عن الفيتامين دي، إن هي بتعالج التهاب المفاصل وبتعالج تساقط الشعر والاكتئاب و و و حاجات كتير جدا جدا. هنحط لكم اللينك آخر الحلقة، لازم تشوفوا الفيديو ده. طيب نشتري ايه واي نوع وايه الجرعات؟ هو ده اللي هنقوله دلوقتي. اول حاجه لازم نعرفها ان الفيتامين دال بيدوب في الدهون، فلو الاكل بتاعك ما فيهوش دهون هيقل جدا امتصاصه. الحاجه الثانيه اللي لازم تعرفها انك لما تيجي تشتري ابعد تماما انك تشتري فيتامين دال في شكل اقراص، اقراص اللي هي التابلت اللي بتبقى عامله زي التباشير دي، لان امتصاصها بيكون رديء جدا وسيء جدا وتقريبا مش بيدي مفعول. نصيحتي ليك يا اما تشتري الانواع اللي هي عبارة عن كبسولات جيلاتينية بالتركيز 10,000 وحدة، ودي بتاخد منها حبة كل يوم أول أسبوع، يعني بتاخد 50,000 وبعد كده بتكمل حبة كل أسبوع
كجرعة وقائية. يا تشتري حاليا في السوق شوت كده على شكل أمبولات أو شراب، بيجي في فيتامين د دايب أو محطوط في زيت الزيتون، ودي بصراحة فكرة عبقرية بالنسبة لي. مش احنا قلنا لازم وجبة فيها دهون عشان يمتص؟ هم بقى بدل ما يلخموك حطولك الدهون على شكل زيت زيتون الصحي علشان تاخدها في أي وقت ما يكونش الموضوع مرتبط بأكل أو الأكل ده كان فيه دهون عالية ولا لا، وده بيخلي امتصاص فيتامين د أسرع ب 32% وكمان أسرع بنسبة 50% عن أغلب الحاجات التانية. ممكن ناخد شوت لو أنت كان عندك نقص فيتامين د حاد، أنت ممكن تاخد شوت 50,000 بتيجي 2.5 ملي، تاخدهم مرة واحدة كده، تاخد 50,000 مرة كل أسبوع لمدة 8 أسابيع، وبعد كده تاخد واحدة كل شهر. ده لو كان عندك نقص في فيتامين د. لو أنت كنت بتاخد جرعات وقائية فانت هتاخد 50,000 مرة كل شهر. وطول ما احنا محافظين على نسب فيتامين د معقولة في جسمنا تفضل مناعتنا بإذن الله في السماء. دمتم سالمين مبسوطين، مناعتكم قوية زي الحديد بفيتامين د. واشوفكم على خير في حلقة جاية من جوه الصيدلية. باي باي.